طبعا كأس العالم في انتظار، ديربي أوروبي خالص في الدور ربع النهائي واللي هيجمع بين إنجلترا وفرنسا، ده بعد النتائج اللي سجلها الفريقين امبارح في مباريات اليوم الثاني في دور 16 لكأس العالم، وفوز فرنسا على بولندا بنتيجة 3-1 وفوز إنجلترا على السنغال بنتيجة 3-0. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي تحليل لأهم الفنيات اللي جت في المباراتين وقراءة في مباريات اليوم اللي بتجمع بين كرواتيا واليابان والبرازيل وكوريا الجنوبية مع الأستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي. صباح الخير على حضرتك، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ طارق. صباح الخير. طيب يعني صعود فرنسا على حساب بولندا، خلينا نقول كانت النتيجة إلى حد كبير أصلا كانت معروفة، ولكن شفت المباراة إزاي بشكل عام؟ لا هي متوقعة طبعا، أولا ما فيش لحد دلوقتي مفاجآت في كأس العالم، كل الكبار ما فيش مفاجآت؟ خالص، قولي لي على مفاجأة واحدة، سيبك من دوري المجموعات. في دوري المجموعات هو اللي كان فيه مفاجآت، لكن الصعود كان متوقع. هنقول إن كان فيه مفاجأة إن ما حدش وصل للعلامة الكاملة، بعض المنتخب يعني السعودية فازت على الأرجنتين، ده طبيعي وده عاد، لكن في دور ال 16 في دور الثمانية يعني رجعت تاني الامور لمجراها الطبيعي بقى خلاص. الكبار اللي موجودين، ارجنتين موجوده، انجلترا موجوده، فرنسا موجوده، النهارده هنكمل يعني الاربعه التانيين، فبالتالي الى الان ما فيش مفاجآت. لو في مفاجآت ممكن يبقى صعود المغرب مثلا او صعود فرقه من الفرق اللي هي وصلت لل 16 لكن مش مصنفه ان هي توصل للادوار الثانيه. كمان كأس العالم السنة دي خاصة في مباراة فرنسا، ديشامب بالذات عامل حساب كبير جدا انه رغم الغيابات اللي عنده لكن قدر، وهو ده بقى المدير الفني اللي بيقدر يعوض بنجوم تانيين، يعني بنزيما غاب جاب جيرو، ديمبلي من ناحية اليمين مع مبابي شمال بيحرك دايما المهاجمين، وبيتكلم دايما على أهمية التمرير وأهمية التحرك بالنسبة للثلاثة اللي قدام. هو ما اعتمدش اي طريقه اللي هي 4-1-2-3، فبيهاجم بالثلاثه اللي قدام مع ضغط متواصل من خط النص، وكمان بيبقى عامل حساب الارتداد السريع زي ما اتعامل مع بولندا امبارح، ان هو الهجوم المرتد اللي هم بيعملوه قدر ان هو يقدر يوقف. فرنسا ماشيه بخطوات الحقيقه، مش حكايه برضو ان تونس فازت عليها واحد، لانه لو لاحظت في ماتش تونس بالذات مغير الفرقه كلها، يعني هتلاقي لاعب او اتنين اللي كانوا بيلعبوا قدر بقى يستعيد نفسه شويه لما بدا بقى ينزل ديمبلي، ينزل مبابي، يبدا يغير الاساسيين يرجعهم تاني، لكن هو فرنسا ماشيه كويس جدا. فرنسا ممكن تدافع، هي بتدافع عن اللقب بتاع 2018. انجلترا برضو. طب قبل ما نروح لمباراه انجلترا عايزين نتوقف شويه عند كيليان امبابي، راجل بيحطم ارقام قياسيه لنجوم كبار، واداؤه يعني ساحر ساحر في الملعب. هو ده، بص يا محمد، هو ده اللاعب اللي انت بتقدر عليه، اللي هو بيتربى وهو من الناشئين، يعني مبابي متربى وهو من الناشئين، مش من هو كبير، يعني مش هو بدا يعني في سن مثلا 20 او 30. شفنا صورته وهو طفل مع تيري اونري، وهو صغير بدا يتعلم ازاي يلعب كوره، ازاي ينمي مواهبه، ازاي ياكل، ازاي ينام، ازاي عالم التأهيل النفسي بالذات هي الفاصلة ما بين كل المنتخبات. المنتخب اللي مؤهل نفسيا كويس، اللي بتحمل الضغوط كويس، اللاعب اللي يقدر صح، اللي قادر يمسك نفسه لاخر وقت بالظبط، وكل مباراة لها تأهيل معين. احنا عندنا ما بنعترفش بالقصة دي، فعشان كده الدول الأفريقية كلها بتبدأ تخرج من الأدوار الإقصائية او الأدوار الاولى، لكن هم بيكملوا بنفس الطريقة دي. مبابي لاعب مش سريع بس، ده طريقه استقباله للكوره، طريقه تحركه، طريقه ده بيشوف تفكيره. ده بيشوط الكوره على الجول وهو مش شايفه، يعني شفت الجول الثالث بيلمحه. بيلمحه يعني هو ايه، رفعت يعني بالسنس امبارح في الجول الثاني اللي هو جابه، الجول الثاني بتاعه الثاني لفرنسا، هو شايف حارس المرمى فين، فشطه للكوره حطها في المكان اللي ما يقدرش حارس المرمى يتحرك فيه. هي مش سرعه حركه، سرعه اتخاذ قرار بالظبط، ما هو سرعه تفكيره. اتنين عارف هيشوط، بص هو واضح ان هو عارف طبيعه الكوره، لانه طبيعه الكوره ومعرفتها بتعرف ازاي هتشوطها باني جزء من رجلك، كمان الدوران بتاعها السرعه بتاعتها هتروح فين. هو الجون التاني حطها في الزاويه الجون التالت بقى اللي هو بيتحرك دايما في قلب المنطقة، الدوران بتاعه ان هو ازاي لف بالكرة وحاططها في البعيدة بوش رجله، بحيث ان هو قافل وش الرجل، لانه لو فتح وش رجل بسيط طلعت بره، لا قافل وش رجل بحيث ان الكرة هتدور. معرفة الكرة ومعرفة التسليم والتسلم
انت هتلاحظ كمان ان هو ما بيغلطش في التسليم والتسلم، الكره ما بتبعدش عن رجله، صح، ما بيستلم، بيستلم في اي حته باي طريقه كره بتبقى ثابته. هو طبيعته الانطلاقات بتاعته، هم البولنديين نفسهم قبل الماتش قال لك احنا ما عندناش مشكله مع المنتخب الفرنسي الا لما بيزهد هنتعامل معاه. كان فركت مشكله مع مبابي. فدي التربيه بقى اللي احنا بنتكلم عليها، خد الولد الصغير الموهوب ابدا اشتغل عليه لحد ما يوصل بقى، شوف نقط قوته فين، يقدر يلعب ايه، هنمي فيه ايه. دي بتحتاج شغل مدربين، وخاصه مدربين المنتخبات. يعني ديشان بقى مع انه لكن عينه على اللعيبه في كل مكان، وتخيل ان ما بيه مع انه بيلعب دلوقتي في كاس العالم مكسب باريس سان جيرمان قد ايه فلوس. اللي هو انت بتستغرب ان هم بيدوا له فلوس كتير، بس هو بيجيب فلوس كتير. ده الرئيس الفرنسي نفسه طبعا اتكلم معاه عشان يفضل في باريس سان جيرمان. ماكرون توقع النتيجه امبارح بطريقه غريبه جدا، ان هو هيفوز 3، ما بيها يجيب 2، جيرو مثلا هيجيب الجون الاولاني، بولندا هتجيب جون من ضرب الجزاء. واضح ان هو كان متعاقد مع مراهنات امبارح او مع الراف يعني. طيب خليه برضو لسه مكملين كلامنا عن منتخب فرنسا. منتخب فرنسا يمكن ما تأثرش بالغيابات حتى الان، وتحديدا لو هنتكلم حتى على ماتش بولندا، لكن واحنا بنتكلم عن مباراة أو لقاء بين إنجلترا، إنجلترا يعني منتخب مش بسيط تماما، من أهم المنتخبات ومن أقواها على مدار السنين بقى، على مدار نسخ كأس العالم، هي مدرسة أصلا في حد ذاتها. فعايز أعرف من حضرتك، هل مبابي جاهز أو قادر أن هو يقود المنتخب الفرنسي في هذه المباراة؟ وهل هيتأثر المنتخب الفرنسي بالغيابات أصلا في هذا اللقاء تحديدا؟ خالص. هو الصدام هنا ما بين مدرستين، صحيح. ساوث جيت بيتعامل بشكل وتشامب بيتعامل بشكل. ساوث جيت بيدرس كويس قوي اللي احنا كنا يعني ازاي ما بيه هيتم ايقافه من الدفاع الفرنسي، من الدفاع الانجليزي. الدفاع الانجليزي بيبقى قوي شويه خاصه مع الاجنحه، لان هم طبيعي في الدوري الانجليزي بيتعامل دايما مع الاجنحه المنطلقه اللي هو زي ما بيه، زي محمد صلاح، زي فبالتالي هو عارف ازاي يبدا يضيق عليه المساحات، يقدر ازاي ان هو ما يدلوش الفرصه في التسليم والتسلم كويس. عنده كمان الهجمه المرتده اللي هو بيعملها، عنده انطلاقات سريعه جدا، سيبك من كين يعني. احنا بنتكلم على رحيم، بنتكلم على حتى هو امبارح هندرسون اللي جاي من ورا، ساكا، يعني عنده لعيبه تقدر تواجه المنتخب الفرنسي كويس. بس فرص فرنسا في الفوز اكتر، ليه؟ لان هو بيمرر كتير جدا وبيقدر يتعامل مع الدفاع المغلق شويه، يعني هو التمرير والتحرك دايما اللي هو بيتعمل، وجود كريزمان كمان كموزع للكرات، ازاي بيرفع كرة كمان. انت هتلاحظ ان في كاس العالم ده بالذات اعتماد كبير جدا من جميع الفرق، سواء المنتخب الانجليزي او البرازيلي او غيره، على العرضيات. يعني مشكله البرازيل مع كوريا الجنوبيه هتبقى العرضيات، مشكله انجلترا مع فرنسا هتبقى برضو العرضيات، لان الفرق كلها بدات تلعب عرضيات بانواع مختلفه. 95% من الاجوان اللي جايه جايه اما من تسديد اما من عرضيات، فالعرضيات هتبقى بالنسبه لانجلترا مشكله، لان طبعا التحرك بتاع مبابي سواء العرضي او الطولي، هو في اول ماتش او في ثالث ماتش، الماتش اللي فازت فيه فرنسا 3، جايب جونين من عرضيات بدماغه. يعني التحرك العرضي القطع اللي بيعمله داخل منطقه ال 18 ده هيسبب ازعاج كتير جدا للانجليز، خاصه ان هم بيستخدموا الكوره دايما اللي على الارض. بيلعبوا هجمه مرتده بيروحوا، لكن العرضيات مشكله جامده جدا هم هيبداوا يتعاملوا معاها. لكن هو المباراه هتبقى حلوه، الصدام ما بين اتنين مدربين بيفكروا كويس طبعا، عايشين مع لعيبتهم كويس. يعني ساوث جيت مختار كل اللعيبه دي من فريق 21 اللي هو كان بيدربه، ديشامب حافظ اللعيبه، وازاي انا بس يعني مطلع اكتر من 22 لاعب في منتخب فرنسا، بحيث ان هو بدل فرقه بفرقه، صحيح، في مباراه. فده شغل المدربين اللي احنا عايزين نتعلم منه في كاس العالم. طيب استاذ طارق، وانت بتتكلم عن صمود المنتخبات وصمود اللعيبه لاخر وقت، عايزين نتكلم عن لاعب عليه علامات استفهام كتيره جدا خلال هذه البطوله، هو ليفاندوفسكي. ضيع اول ضربه جزاء في قدام المكسيك في اول مباراه، وضيع امبارح ضربه جزاء اعتقد ان هي كانت تفرق معاه كتير، كانت هتفرق معاه كتير. يعني هو اتعادل ضربه الجزاء، انا عارف ان هو احرزها، بس الفكره ان هو ازاي كده، واداؤه كمان في المباريات ما كانش افضل حاجه. هو كلاعب لوحده
يعني انت في لعيبه بيبقى حواليها مجموعه بتقدر تساعده وتقدر تتكلم عنها زي منتخب ويلز كده، يعني ما اقدرش احمل لاعب لوحده خاصه اللعيبه اللي معاه ما بتقدرش توصله للجول، ما بتقدرش اما بيتلعب له كره يعني كره سهله او كره صح بيقدر يتصرف فيها، لكن مش هيبدا هو يعمل كل الواجبات اللي مطلوبه منه كمهاجم يرجع تاني يبدا مدافع ما يوصلوش كوره. فبتبدا كمان الضغوط، هو كل تفكيره امبارح ان انا عايز اجيب الجون التاني عشان انا ليا جون في كاس العالم. فحتى وده بان في فرحته بعد الهدف بعد مع انه مغلوب، لكن هو بيتحسب له الجون التاني في كاس العالم، فكل تفكيره بالشكل ده. كمان تحرك حارس المرمى هنا التحكيم وهنا الفار، ان ازاي حارس المرمى تحرك صد الكوره لازم تتعاد. فبالتالي ده اللي ساعده ان هو هتلاحظ ان هو حتى وهو داخل على الكوره في المره الثانيه داخل هادي وعارف ان هو بنفس الطريقه برضه فين بالشكل اللي تضمن له، لكن هو كلاعب مع المجموعه اللي معاه ما تساعدوش ان هو يتالق زي ما بيه. كمان برضه السن بتاعه برضه العوامل اللي هي بتخليه ما يقدرش يتالق قوي او تحط عينك عليه زي جاريث بيل في ويلز، ما هو لوحده انا ما اقدرش احمله، طب هيعمل ايه؟ هو صحيح. الفريق كله على بعضه ما يقدرش يخدم عليه. فبالتالي لكن مبابي عنده كذا حد، يعني عنده اثنين ثلاثة أربعة بيقدروا يوصلوا له الكورة عينيهم عليه، بيقدر مع جريزمان ومعاه ديمبلي بالظبط وأكتر من كده كمان. لكن وكذلك هتلاقي كين في انجلترا برضو عنده كذا حد بيقدر يشتغل معاه، لكن ده بيعتبر بلغتنا كده لاعب غلبان، يعني ما هيعمل ايه اكتر من اللي عمله. صحيح. طيب هنروح للسنغال، ماتش انجلترا والسنغال. السنغال برضو منتخب مش هين، مدرستين مختلفتين، بس هنقول مش منتخب بسيط، لكن خساره نتيجه 3-0 انجلترا، 3-0 يعني 3-0. شايف ليه السنغال ما قدرتش انها تكمل مغامرتها في كاس العالم؟ شايف انه هل ماني كان سبب في ان هي كمان توصل للنتيجه دي؟ لا خالص، هو المشكله في المنتخبات الافريقيه والعربيه الضغوط اللي بتبقى على اللاعب. اللعيبه كلها انت وصلت المباراه الاقصائيه واديت مباراه في دور المجموعات قويه جدا، لكن انخفاض اللياقه البدنيه، التعامل مع اللاعب مع المباراه بشكل ان انا اللي هو الشكل اللي احنا بنسميه شكل حماسي لكن ليس شكل واقعي. يعني انت بتتعامل مع المباراه بحماس اللي هو تشجيع المدرب تشجيع الجمهور، لكن ما بتعملش بواقعيه. اللعيبه نفسها مستعجله، جات لهم فرصه السنغال في الماتش كله جاله فرصتين اتنين. يعني ما صنعش عنده فرص اتنين، ما عملش حساب انطلاقات المنتخب الانجليزي اثناء ما انت بتهاجم. يعني هو امبارح الجون الاولاني مستقبله وهو في حاله هجوم، فما عملش عمق، يعني ما خلاش اثنين واقفين عشان يقفلوا على انطلاقات المنتخب الانجليزي. كمان هتلاحظي ان في الجون الاولاني اثنين رايحين على لاعب الكوره اللي هو حامل الكوره اللي معاه الكوره وسايب مساحه كبيره جدا لهندرسون اللي هو منطلق اصلا اللي هو مدافع عشان فبالتالي التعامل مع المباراه كانش كويس، ما فيش تجهيز للمباراه بشكل كويس. يعني يا استاذ طارق، هل اليو سيسي ما كانش بيدرك حاجه زي دي؟ يعني ما كانش عارف ان هو بيواجه منتخب من اقوى المنتخبات، في لعيبه منتقاه من دوري من اقوى الدوريات الدوري الانجليزي؟ ايوه المفروض ان هو عارف كده. بس بص يا محمد، المدرب دايما الافريقي مع كل احترام والتقدير ليه ما بيتعاملش مع البطولات الكبرى زي ما بيتعامل مع المباريات الافريقيه. هو يقابل مثلا الكاميرون فيقدر ياخد ويدي معاه، لكن المنتخبات الاوروبيه هو ما بيجهزش لعيبته نفسيا ازاي هقدر اتعامل مع المباراه بالشكل ده. التفاصيل الصغيره ما بيقدرش يتعامل معاها، التفاصيل اللي هي تفاصيل الماتش نفسه هو بيبقى كل تركيزه طب هركز على هعمل هجمه مرتده ولا هبدا اهاجم، طب هضغط عالي ولا اضغط لكن في تفاصيل في المباراه هو بيفتقدها. كمان تجهيز اللعيبه، اللعيبه انجلترا بتجهز لعبتها او فرنسا او البرازيل او كوريا بيبداوا يجهزوا لعبتهم نفسيا لشكل المباراه، والمدير الفني مع جهازه بيشتغل على الاحمال بيشتغل. انت هتلاحظ في حاجه يعني لازم نبص عليها كده على دكه الاحتياطي، اربع اجهزه محطوطه اللي هي اللابتوب او الجهاز زي اللي معاه كده قدام
حد قاعد بيقيس دايما تقل الاحمال، اداء اللاعب، النبضات بتاعته. طب هو خلاص اسحبه دلوقتي ولا اغير ولا اخليه؟ ده تحليل على طول قدامه بيقول للمدرب، بيقول له اللاعب ده خلاص لازم، حتى لو هو عايز يكمل، زي رونالدو، حتى لو هو عايز يكمل اسحبه دلوقتي عشان خلاص العامل البدني والنفسي وتفكيره خرج من المباراه خلاص، خرج فصل. ده هو قاعد بيدي، والمدير الفني بيقول له تعالى خلاص. احنا هتلاحظ ان المنتخبات الافريقيه والعربيه ما عندهاش القصه دي. اتنين، هو بيتعامل دايما مع اللاعب ان ايه، هتديني اقصى ما عندك، لكن تجهيزه النفسي، قدرته على تحمل الضغط، مش ضغط الجمهور، ضغط اللاعبين اللي صحيح. قدامه ازاي يقف في الملعب، ازاي تنظم اخطاء، وتبقى ايه كل ده بالمنتخبات العربيه والافريقيه ما بتهتمش بيه بقدر ما بتهتم بالانفعالات النفسيه للاعب، ان هو ايه، انا هلعب قدام الارجنتين فابدا اضغط كويس قوي، ابدا اتالق كويس قوي، فاعمل مفاجاه. لازم اكون مأهله هو شخصيا كويس عشان اقدر اطلب منه ده، يعني لازم اللاعب يكون مؤهل كويس جدا عشان اقدر اطلب منه ان هو يكون جاهز للمنافسه. ما عشان كده التدريب صحيح، عشان كده المدرب الاحمال، عشان كده المعد النفسي صحيح. يعني في الجهاز الفني مش بكتر العدد، لا، انا بيبقى عندي ناس مهمه جدا، مدرب الاحمال ده مهم جدا طبعا، مدرب العلم المعد النفسي للعيبه مهم جدا، النظام الغذائي مهم جدا، التدريب نفسه، وان انت تدربيه على الطريقه وتدربيه على الضغوط اللي هو ممكن يقابلها في المباراه، بالنسبه للعيبه ممكن تبقى اكتر مهاره منه، اكتر قوه منه، زي يقابلها. الملاحظه الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ازاي تقطع الكره من اللاعب بدون انت ترتكب اخطاء. المدافعين نفسهم بيقطعوا الكره، ازاي بيستنى الكره لو بعدت سنتي بياخدها منه ويبدا هجمه، ما مش هتلاقي تشتيت، لا بيبدا هجمه حتى لو في منطقه 18 صح. المدافعين، حراس المرمى، امبارح حارس مرمى انجلترا شايل الكره بدراعه، يعني فازاي كره قويه جدا، التنظيم داخل الملعب، واقف ازاي، اقطع الكره ازاي، ابدا هجمه ازاي. احنا بنتكلم على كوريا الجنوبيه، العرضيات بتاعتها، كوريا بتلعب العرضيه باكتر من 5-6 طرق. اهم طريقه فيها اللي هي بيلعبها على البعيده، عشان هو عنده مشكله في قصر القامه. طب ازاي العبها على البعيده، وبعدين مدرب اللعيبه على الجنب العالي، يعني تلاقيه بيطلع اكتر من لاعب قامته طويله. يعني في الجون الثاني اللي هم في التعادل اللي عملوه في العوده بتاعتهم، الكره ملعوبه على البعيده، بحيث اللاعب البعيد يلعبها على استقامه معينه، على ارتفاع معين تاني. بيطلع اللاعب الثاني بيحطها وجول، بيلعبها على القريبه، بيلعبها كل انواع العرضيات دي. ده فن هو المدير الفني، لان هو بيشتغل كويس، عارف لعيبته كويس، كمان الطاقه اللي هو بيديها لهم، كمان اللياقه البدنيه، ازاي ما تقعش مني في نص المباراه. انت بتلاقي طبعا استمراريه، معدل الجري عالي جدا، معدل الجري في المباريات عالي جدا. وانت بتتكلم يا استاذ طارق عن التاهيل، احنا عندنا كمنتخبات عربيه وافريقيه بنفرح ان احنا تاهلنا، ونقيم بالماتش ان احنا تاهلنا، لا في الاول ان احنا تاهلنا لكاس عالم، ونقيم الاحتفالات، بعد كده ندخل دور المجموعات نفرح باي انتصار حققناه. فعشان كده سقف طموحنا بيبقى مش عالي، اللي هو احنا يا دوب وصلنا لدور ال 16 فاحنا كده عملنا انجاز. برافو عليك، ما دي مشكله، طب هنعالجها ازاي؟ ودي ازمه. انا ما افرحش بنتيجه ماتش، انا التخطيط بتاعي لازم يبقى ازاي اوصل احقق انجاز. هي افريقيا السنه دي لو قارنتها بنسخه 2018 عامله انجاز، لان 2018 كل الفرق الافريقيه طلعت من دور واحنا اعلى دور وصلنا له ايه يا فندم كمنتخبات عربيه افريقيه 2018 في كاس العالم؟ لا في كاس العالم مش لا عربيه اخرج 16، افريقيه دور الثمانيه كانت اعتقد، لا اما الكاميرون لا اما السنغال، يعني دور الثمانيه، دور الثمانيه بس، لكن وده كان انجاز كبير جدا. لكن النهارده انت عندك فرقتين، كان عندك فرقتين في دور 16، السنغال طلعت، فاضل المغرب. تعامل المغرب في المباراه اللي جايه بقى هو ده اللي هيفرق. المباراه اللي جايه عايزه واقعيه، وعايزه قوه، وعايزه صبر، وعايزه ازاي تمنع الفرق المنافسه ليك ان انت تجيب فيك جون، وازاي انت تسبق بجون، وازاي تتعامل مع 90 دقيقه اللاعب بتاعك ما يفصلش، يعني تفكيره كله يبقى متشتتش دايما، بالظبط. التاهيل النفسي ده هو المهم جدا، ان انت تتحمل، وازاي تواصل، يبقى عندك صبر. طب هل المغرب هتواصل؟ عشان كده بنقول في المباراه، في البطولات، الفرق اللي عندها صبر وقوه وان هي نفسها طويل بالمعنى البلدي هي اللي بتاخد البطوله. الفرق اللي هي بتفرح بنتيجه مباراه
بتطلع من البطوله ده انجاز الاكتفاء بالاداء المشرف. فكره الاكتفاء بالاداء المشرف دي كارثه في حد ذاتها. انا فزت على مثلا انجلترا على فرنسا فخلاص متشكلين. طيب سريعا استاذ طارق عايزين نعرف بس المباريات النهارده اليابان وكرواتيا سريعا. اليابان هتفوز. برازيل كوريا الجنوبيه. لا يعني هو مباراه صعبه بالاثنين بس البرازيل حساسيه عاليه وهتتعامل هي حريصه قوي مع كوريا الجنوبيه. لكن ممكن كوريا بالاداء اللي احنا شفناه في المباريات السابقه لو عملت نتيجه هتبقى عامله اقوى انجاز في النسخه بتاعتها. لكن البرازيل فرصها اكبر. على كل احنا بنستمتع بالكوره قدامنا لسه 13 يوم لحين انتهاء كاس العالم فبنستمتع بالكوره. شكرا جزيلا طبعا لحضرتك شرفتنا ونورتنا. الناقد الرياضي استاذ طارق رمضان الف شكر ليك. شكرا.